حديث الغدير هو حديث نبوي عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم 18 من ذي الحجة سنة 10 هجرية في طريق عودته بعد حجة الوداع في غدير يدعى غدير خم. يستدل المسلمون بهذا الحديث بالإضافة لأحاديث أخرى على خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى منزلته العالية. وهذا جانب أحبتي المشاهدين الاحتفال الرسمي بمناسبة عيد الغدير والذي أقيم على أرض ملعب المدينة الدولي وبرعاية العتبة المقدسة. مشاهدي سامي.